الجامعة دايماً بتكون مسلية. أوه لأ، هو بيعمل إيه؟ كفاية، مش هيدخل بالطريقة دي، لازم يكون بالطول. أنتي صح، شكراً. أي وقت. فيبي معجبة جداً بكولين، لطيف قوي، هتكونوا كابل هايل. هاي، هتعملي أي حاجة بعد الجامعة؟ الحب هو كل اللي محتاجينه، كده كتير قوي. ضربة! أو لأ، خدي بالك. دي بتوجع، أنا زهقت من ده. نانسي كانت دايماً ملكة الجامعة، لكن السنة دي هتكون مختلفة. أنا عندي خطة، أنا هكون الملكة، ومفيش حد هيفتكر إن نانسي موجودة أصلاً. يلا نبتدي، هغير أرقام اللوكر. اتفضلي يا نانسي، يلا افتحيه، خليكي جوه دلوقتي، الباب مقفول. لو شلت ديسك نانسي محدش هيعرف إنها اختفت خالص. أهلا يا طلاب، يلا نبتدي بالحضور. كولين موجود. استنوا، فين نانسي؟ نانسي دي اختفت. أوه لا، احنا لازم نلاقيها. نانسي انتي فين؟ ازاي ممكن اخرج؟ في اوضة سرية كاملة هنا. أوه لا، مفيش شبكة هنا، مفيش فايدة. طيب خلينا نشوف الأوضة دي، ملفات وأدوات. أعتقد إن أنا ممكن أعمل طيارة. غطا. أنا شبح الأوضة السرية، ده كان مسلي. مضرب، الرياضة كويسة ليكي. أوبس، ما كانش قصدي. كراكيب، مهملات. واو، جامب سوت، أنا هخليها مشوقة أكتر. أوف، أنا بلغت قوي، لكن أنا ممكن أخيطها وأستخدم الحبل كحزام. دي مغامرة رهيبة، أنا هجدد الأوضة دي، هبتدي بالهيكل. أنا هحرك ده وأكمل شغل. أنا هجمع كل قطع مع بعض وأأمنهم. المفك الكهربائي ده رائع. دلوقتي الهيكل بتاعي بقى جاهز. أنا بحب أدهن، البينك هو لوني المفضل. لحسن حظي في حد ساب هنا جردل كامل من دهان بينك. أنا عندي وقت كتير جدا، أنا ممكن أقضي اليوم كله بدهن، لكن إزاي هطلع هنا؟ سلم، هستخدمه عشان أطلع فوق. أعتقد إنه هيستحملني. واو، إيه ده؟ بوكس مليان مخدات؟ هيكون مفيد بس كده؟ واو، لطيف، مريح قوي. زلزال. ألبوم صور زمايلي في الكلاس، وحشتوني جدا. أنا عارفة الصورة المجمعة هتفرحني، والأنوار هتحسن الأجواء. وقت الغداء، أنا هدخل. هاي، مبسوطة إني قابلتك. إيه كل ده؟ إنتي عملتي كلاب هاوس سري؟ ده ما كانش جزء من خطتي، أنا همشي من هنا. أنا لازم أقفل اللوكر كويس. نانسي، إنتي هنا؟ مفيش حاجة، أهو اللوكر بتاعها. قفل مركب؟ ده غريب. شباب، انتوا تعرفوا الكود؟ قولولنا في التعليقات. لا، ما تعملوش كده.
يلا نكمل تدوير. كوكيز، أنا عندي فكرة. أنا هقطع شكل تاج من ورق الكرتون. ألونه وزين السرير الملكي بأحجار كريمة. واو، أنا حاسة فعلاً إنه تاج. مطرب قوي، أكيد محتاجة أنظف. هتخلص من كل الحاجات دي وأنظف المكان كله. أنا بحب الترتيب. دلوقتي هشتغل على السرير. الأطراف خشنة جداً، لكن الفرو ممكن يصلح ده. خلاص، مخدات وأغطية، مثالي. اللوحة الخشب دي هتتحط على السرير من فوق. هتمرن على مهاراتي في الرياضيات بشوية اكسسوار كمان عشان يكون مسلي. 5+7 ب ايه؟ أنا عارفة الإجابة 13. يا شباب، أنا حليت صح؟ قولولي في التعليقات. عندي فكرة، إحنا هنتصل بالبوليس. فكرة كويسة. دونت؟ أعتقد إني مش هاكل النهاردة. ملكة الجامعة بتاعتنا مفقودة. أنا مشغول بشتغل على قضية حرامي اللعب. إحنا هنهتم بيه. روح دور على نانسي. أنا جبت منظار مصيادة للبط، دي هتجذب الحرامي. أنا على التليفون. مفيش حد هنا، سامعاني؟ المكان أمان. أنا هاخد شوية سيلفيز. استنوا، ده كان الحرامي. لعبة بقت بتاعتي دلوقتي. مسكتك، أنت مقبوض عليك. ده كان سهل، إحنا عارفين أنت مين. ماسك تاني؟ مش ممكن تخدعنا. ده أنت، ودوس سكة. إحنا مسكنا حرامي اللعب بتاعك. دلوقتي دور على نانسي. أنا اتزنقت، دونس كتير جدا. أنا لازم أستعد. إيه مهم أكتر؟ صورة للبنت المفقودة ولا دونت؟ واضح جدا. تعال ورايا. أنا أخدت البطة. بتتمنى. أنا عارف إحنا محتاجين كلب متدرب. شنطة ظهر نانسي. إيه؟ الكلب بيقول امشي. مفيش حد هنا. أنتوا بتعملوا إيه؟ في باب. نانسي مش هنا. إحنا بصينا في كل مكان. الممر بيوصل لقاع. إيه؟ دور في اللوكر؟ طيب. أو لأ، هم على وشك يعرفوا. أنا لازم أشيل اللوكر. أنا مش عارفة، ده تقيل قوي. أنا عندي فكرة، كلب لعبة. روح امسكه. اجري، روح هاته. نانسي، أنت فين؟ دلوقتي الكلب كمان مفقود. هي في كل مكان. لطيف، عندك فكرة؟ أنا شفت الدبانة، أنا بطرتها اليوم كله. برافو عليك. أنا عارفة. إيه؟ هنروح لوسيط روحاني. ساعدينا نلاقي نانسي. إديني شوية ذهب. أوكي، دول كفاية؟ أكيد فهمت. أنتي على وشك تقابلي حب حياتك. هو وسيم، طيب وغني. هو هيكون مجنون بيكي، وانتوا هتتجوزوا وتعيشوا في سعادة أبدية. حبيت ده علشاني، لكن احنا بندور على نانسي. هي فين؟ ده هيكلفك أكتر، لكن ده كل اللي معايا. فلوسنا خلصت. طيب لسه بتعملوا ايه هنا؟ الجلسة خلصت. هما صدقوا ده نجح. أوبس، بتعملي ايه هنا؟ وشك مش نضيف. يلا، كنت هتكشف. المكان ده لطيف قوي. الكرة الأرضية مملة، هعمل لها تجديد. الكرة الأرضية شكلها فاخر أكتر مني، ده مش مقبول. خلاص، هاي. طيب مين ملكة الجامعة دلوقتي؟
شفتي الكرة الأرضية الجديدة؟ إيه؟ أنتِ مش مهتمة حتى؟ أخيراً أنا أمنيتي اتحققت. أنا هخبي التاج دلوقتي علشان ما حدش يعرف اللي حصل. ممكن أوصلها فين؟ أوه، الباب مفتوح. أنا وراكي بالظبط. هاي أوه نانسي، استنوا. إيه؟ نانسي استني. وات؟ إزاي ده حصل؟ أوضتك السرية رائعة. كلهم مع بعض وأنا لوحدي تاني. أعتقد إن عمري ما هكون ملكة الجامعة تاني. هاي افرحي، ممكن يكون في ملكتين في الجامعة. يلا كلهم مستنيينك. انتي مسامحاني؟ طبعا. ايوه مفيش مشاكل خلاص.